اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سامع هس. معانا بوري من خير مزارعنا، الثلاثه في الكيلو، الاثنين في الكيلو، مش هو ده المهم. المهم ازاي نعمله مشوي النهارده بطريقه لطيفه ونجمع ما بين تشكيله الخضار والسمك البوري مع الطبق يبقى لطيف وجميل. استفيد بالخضار المتواجد جوه السمك بما ان احنا في الحر محتاجين للسوائل والخضار بتاعنا في اكله السمك بالذات. معايا سمك فيليه قشر بياض النهارده، عايز اعمل له شوربه، شوربه السمك بالكريمه للاطفال الحلوين اللي مش بياكلوا السمك ولكن مع الجمبري او مع شوربه السي فود او مع شوربه السمك بياكلوها وبيحبوها وزي الفل. طبعا الرز بتاعي النهارده مش رز صياديه، رز بالطماطم والجزر. ايه فكرته؟ هنشوفها طبعا التركايه مع بعض، ازاي حبيت الرز تصطدم بجزر وسكريات الجزر مع الطماطم وازاي ناكل الرز ده مع اكل السمك لطيفه وجميله. وتعالوا بنفس الخلطه دي معانا سمك فيليه قشر بياض في نفس التتبيله. عايز اعمل شوربه سمك، ده المطبخ ودي الشياكه بتاعت المطبخ. نفس التتبيله يا شيف. نفس التتبيله. هنعمل شوربه السمك. نشوف مقادير شوربه السمك على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض، كريمة لباني، هنعملها بيضة مش حمرة عشان الأولاد بيحبوا شوربة السي فود البيضة اللي بتبقى فيها كريمة، نقدر نعملها بالكريمة ونقدر نعملها بالطماطم صيامي ولكن هنعملها النهاردة بالكريمة. معانا سمك فيليه قشر بياض، معانا الخلطة بتاعة تتبيلة السمك اللي أنا عملتها في البداية. حلو الكلام. ومعايا طاسة على النار، شفنا المقادير مع بعض. نشيل الحاجة دي ملهاش لازمة هنا. المقادير على الشاشة، سمك فيليه قشر بياض ومعانا خلطة تتبيلة السمك البوري اللي شفناها من البداية اللي أنا عملتها على البوتاجاز بتركيبة من التوابل من أصابع إيد الخمسة، بعدين نزلت على الزبدة والليمون والثوم وعصرة الليمون. هناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده ونقطعه قطعتين وننزله هنا كده. ده المطبخ. ونتبل السمك بنفس التتبيلة. دي شوربة زي شوربة الصيادية، بس شوربة الصيادية بتتعمل بالطماطم والبصل، احنا مش هنعملها هنا بالطماطم، هنعملها بالكريمة. وأنا بعشق الكريمة وخاصة مع السيفود. حلوة زي الفل. هنشيل ده من هنا. ونقلب السمك بتاعنا ده كده عند طاسه شديده الحراره فيها توم، فيها توابل، فيها السمك التبل، خد شكل، خد لون، خد فليفر، خد طعم لونه اتغير زي الفل. نروح على الطاسه بتاعه الشوربه، بنحط فيها معلقتين من الزيت صغيرين عشان ما يظهرش على وش الشوربه زيت، وننزل بالزبده. وهنا سمكه دي بتاعتي فيها زبده، وادي السمك. شوربه السمك مش هتاخد وقت مني. روقان وانت واقفه في المطبخ كده. عملت طبقين مهمين جدا، طبق شوربه وطبق سمك، والرز هنعمله مع بعض. مكان تتبيله السمك بننزل بشويه ميه، والميه دي تفضل تكون ميه مغليه زي الفل. هناخد الميه اللي معانا دي ونقلبها كده ونخليها على جنب. عايزها انا. خلي بالك المطبخ ده لازم تكون انت واقفه واثقه من اللي انت بتعمليه وعندك ثقه في اللي انت بتعمليه. اللي دخل الفرن. وانا شغال واحده واحده، واقفه في الرايقه ومطبخك رايق والسمك على النار. حلو الكلام. لا الرز هيتعمل من اللي في الفرن حبيبي يا مخرج يا شاطر. انا رامي ومنشن على الصينيه اللي في الفرن دي اللي انا هعمل بها الرز. مكان تتبيله السمكه في ميه مغليه، السمك بيتحمر هنا كده الشوربه خلصت. ياخد اللون، ياخد الشكل، وانا بقلب كده. سمك
التتبيلة. معانا من الدقيق معلقة. هو ده القوام بتاع الشوربة. ونقلب شوربة السمك بالكريمة حصري على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. تركاية بسيطة، وزي ما بقول دايما تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ننزل بالسائل بتاعنا، اللهم صل على النبي، يلا بينا. بس خلاص، وننزل بالمية التانية. سيبها على النار كده شوية زي الفل. القوام هيجيني من معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم. اقلبها كده. المفروض انك تتزلي بميه مغليه مش ميه بارده زي ما انا عملت دلوقتي. اهو بتكون جاهزه عندك، او براد الشاي فيه ميه سخنه. يسيب دي تغلى على النار، ومجرد ما بتغلي بنحط عليها الكرفس والكريمه اللباني. كده خلصت الشوربه بتاعتنا. شفت المطبخ سهل وبسيط ازاي؟ سمك بوري في الفرن مشوي بطريقه جديده، معايا شوربه سمك لونها لون الفسفور الجميل الحلو. هتاخد كريمه لباني دلوقتي لطيفه وجميله جنبها هي عشان ما ننساش. الشوربه جاهزه. بص على الشوربه بقى، بص على الشوربه، بص على الكريمه اللباني، بص يا زيزو. هو ده، هو ده. شوربه بالكريمه اللباني. خلص الكلام، نغرفها. بسم الله، مكانها هنا الشوربه. عينيا اهي، شفت القوام ده؟ شفت الشوربه دي؟ اهو اهو، شفت؟ الله، شفت القوام ده؟ يلا بينا. الله اكبر. دايما الكريمه اللباني يا ست الكل بتحطيها في المرحله الاخيره من السوى، ما تخليهاش تغلى على النار. شفت قوام الشوربه؟ شفت دلال الشوربه؟ دي مش صياديه، دي شوربه السمك الفيليه القشر البياض او فيليه بولتي، فيليه هامور بالكريمه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده سمك سمك. بس خلاص تمام، الشوربه كمان خلصت. عملنا شوربه السمك بالكريمه بطريقه سهله وبسيطه، وعملنا سمك بوري مشوي على طريقه المغازي. التركية والخبرة جوه السمكة. عملت شوية رز زي ما قال المغازي بالتست وطعم السمك. له صيادية ولا رز بالطماطم، ده رز بالسمك من غير سمك. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.